سواق وداير كل يوم في مكان، والعمر سكة سفر تفرك ساعات وتضيق. تايه بتسأل حد على عنوان، كل ما يخلص طريق بتلاقي بعده طريق. واخدانا يا دنيا من سكة للتانية، العمر فات ثانية من غير ما أحس بشي. صباح الفل يا ام جمال. صباح النور يا حبيبتي. الحمد لله احنا جينا لك في منطقتك. انت جايه منوره المنطقه دي. الله يخليكي، منوره باهلها حبيبتي. بقالك كام سنه شغاله على البنايه دي؟ بقالي حوالي 8 سنين. مين علمك سواق؟ علمني اخويا الكبير، اخويا صبر الكبير. بس كنتي بتشتغلي الاول؟ انا خدت دورات مدارس كتير بس ما علمتنيش، ما اتعلمتش، ما جرتش على الشارع. اللي جراني على الشارع اخويا، الله يبارك له ويستر عليه. يبارك. واخوكي شغال على؟ لا، اخويا ميباص كبير، اتوبيسات كبير، اللي هو بياخد 20 راكب، اللي هو بيسافر. بيسافر كله. طب انت اول لما نزلتي الشغلانه الشارع استقبلك ازاي؟ انها ست بتسوق. اول سنه كانت صعبه جدا. ازاي بقى؟ كانت مواقف جامده كتير كتير، كانت وحشه قوي. السواقين كانوا بيضايقوني، السواقين بتوع الكارت كانوا بيضايقوني، بس بعد كده الدنيا بقت كويسه. صاحبتيهم الدنيا بقت كويسه قوي دلوقتي، لو انا غبت عنهم بيسالوا عليا. فعلا. هو في ستات تانيين على الخط ده شغالين على ميكروباص؟ هو في بعد انا ما اشتغلت في ناس كتير نزلوا الشغلانه دي. والمضايقات تحصل اكتر من الزملاء ولا من الزباين؟ لا والله الزباين كتير بيبقى في مضايقات من الزباين، بس برضو زي ما في ناس يعني وحشه كتير، في بالامانه ناس كويسه كتير. ايه اصعب موقف حصل لك من الزباين؟ كتير قوي. عربيتنا اللي رموا عليا قبل كده في نزله اللبين، كنت رايحه اوصل الناس مشوار، نزلتهم في امان الله الحمد لله، وانا راجعه اتنين عربيه نقل كده، انا ملاحظاهم في المرايه، في مرايه العربيه. ده بيرمي وده بيرمي، ده بيرمي وده بيرمي. يعني ايه بيرمي؟ يعني بيحدفوا عليا، بيرموا العربيه عليا. بيحودوا عليك. بيشوفوني سواقه ولا افرضي خبطتي في اللي قدامك ولا اذيتي؟ بس هي غلاسه بقى ورخامه، بس انا اثبتت لهم ان انا سواق، ان انا مش طالع اهزر ولا اهرج يعني. ام جمال، انت حاسه ان الستات في اي مجال مطلوب منها انها تثبت نفسها طول الوقت؟ طبعا، ولو ما عملتش كده هتتسجن. طب ايه اللي رماكي على الشغلانه دي؟ والله حضرتك انا حبيت اقف جنب جوزي اللي هو ابو نادي، الله يمسيه بالخير بقى، حبيت اقف جنبه لان هو تعبان مريض صدري، بس هو ما نصفنيش، فعمل حادثه بالعربيه كانت لسه ما دفعتش اول قسط منها. هي نفس العربيه دي؟ اه، كانت لسه ما دفعتش فيها اول قسط. واخداها لسه؟ لسه على الزيرو واخداها، ولسه جديده، وعمل بيها حادثه صعبه قوي. نزلت انا وشديت العربيه، وقفت العربيه على حيلها تاني، بس تعبت كتير لان كان ولي ولين ان انا اطلع العربيه واقفها على رجليها تاني، وان انا سدت قسطها. ما كانش في وظيفة أسهل من دي؟ أنا طول عمري بصراحة كان نفسي أكون سواق. فعلا. يعني أنت غاوية الموضوع. أنا واخدة التمريض خبرة. أقول لحضرتك أنت وصلتي لحد فين في التعليم؟ أنا مساعد تمريض في القصر العيني في طوارئ جديدة. يا ست، طب ما دي شغلانة كويسة. أيوة، بس الكلام ده وأنا على العربية، أنا كملت تعليمي وأنا على العربية. يعني أنت وأنت سواقة كملت تعليم. وخدت شهادتي دبلوم زراعة، ورحت هناك. كنت انا بقى شغاله في دار مسنين. الاول خدتي دبلوم الزراعه، وبعدين رحت القصر العيني. انا كنت شغاله في دار مسنين، وبعدين دخلت معهد التمريض. وبعد كده حبيت ما دخلتش معهد التمريض. امال اتعلمت ايه؟ اخدت الدبلوم واشتغلت مساعد تمريض. شفتك ماشي ازاي؟ انا الثلاث ايام في شفتاتي في القصر بشتغل من 8 ل 8، وباقي الاسبوع على العربيه. لكن الاول كنت على العربيه كلها. بس ده حلو قوي يا ام حماد. عشان ولادي. ايه اللي جاب لك الفكره انك تكملي علام وتعملي كلام؟ انا عنيده في كل حاجه. من ست عظيمه، ربنا يبارك فيك. والله العظيم انا خدتها من محو الاميه، ما كنتش معايا شهاده خالص. انت ابتديتي من محو الاميه وبعد كده خدت 3 سنين اعدادي و3 سنين سنه. لا، ده الواحد اهله علموه وربوه وسكنوه اكلوه وشربوه كل حاجه، وفاكر نفسه ان هو يعني ما حصل. لا، انا اللي صرفت على نفسي كل حاجه، انا اللي عملت كل حاجه. اهلي كان على قد حالهم بصراحه، وعملوا على قد ما يقدروا بصراحه. واخواتك؟ عندك كام اخوات؟ عندي اخوات، عندي اخويا الله يرحمه سايب ولد وبنت، انا مربيه الولد اسلام ما شاء الله دلوقتي عليه، ولما شغال في شركه اتصالات، خلص اعلامه وخد معهد وشغال في شركه اتصالات. يا حبيبي تتكلمي عليه كانه ابنك ده. حبيبي، ده ابني حبيبي.
حبيبي قوي كمان. الاخ اللي علمك السواقه ده واخويا اللي علمني السواقه ده حبيبي برضه، ربنا يبارك فيه ويهدي له اولاده يا رب. وعندك اخوات بنات؟ اه معايا اخت، بس اختي مريضه نفسي. مريضه نفسي؟ اه ما انا مسؤوله عن الناس دي كلها. فانت مسؤوله، ربنا جعلني ليهم سبب. اه طبعا، بس انت قد ده وقدود. الحمد لله. على فكره هو ما بيديش مسؤوليه الا اللي قد المسؤوليه. الحمد لله. ربنا كريم. اللي بقدر عليه ما بتاخرش فيه. طب واولادك، عندك ولاد مين؟ عندي جمال اولى معهد. ايوه ابو جمال. نظم ومعلومات، وعندي ملك ثالثة دبلوم، وعندي حسن الصغير، حسن ابو علي، لا ثالثة اعدادي. حلو قوي. الله ربنا يخليهم لك يا ام جمال. عندي ثالثة دبلوم وثالثة اعدادي واولى معهد. طب وبنتك تحبي انها تسوق العربية؟ والله لو ربنا كرمها وهي قدرت انها تكون قد الطريق وقد الشارع تسوق، ايه المشكلة؟ وبعلم حسن السواقة. حتى جمال بتاع نظم المعلومات ده بيعرف يسوق. بعلمه اه. لو عييتي يومين ما ينزلوش مطرحك كده؟ لا ما اقدرش اسيبهم يتجرأوا على الطريق. لان لسه لا في رخصه معاهم ولا في يعرفوا يتعاملوا مع الشارع صح. ما هو برضه الشارع فيه اهانه، ما ينفعش ان انا هنا. الشارع فيه اهانه؟ اه طبعا. فتاخديني كده توريني شوارع زي ما انت عايزه. والله هدفع الاجره بتاعت الكاميرا. عينيا والله عينيا. شارع الهرم واحد من أهم شوارع الجيزة وأهم شوارع مصر كلها. أول من بناه الخديوي إسماعيل لاستقبال ضيوفه في افتتاح قناة السويس، وخصوصاً الإمبراطورة أوجيني اللي أعجب بيها جداً. النهاردة شارع الهرم كله محطات ومعالم شهيرة زي ترعة الزمر، نصر الدين، الطلبية، مسرح الزعيم، المنصورية، المريوطية، كل دي محطات. زمان الناس كانت بتهرب من زحمة القاهرة ويسكنوا شارع الهرم لأنه كان هادي وجميل، زي مثلاً عميد الأدب العربي طه حسين وعميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي اللي كانت فيلته في شارع العشرين بالطلبية. لكن الزمن اتغير والشارع اللي كان هادي بقى بيسهر لحد الصبح، وفي نفس الوقت اللي بيخلص فيه يوم اللي شغالين في أماكن السهر بيبتدي يوم تلاميذ المدارس والموظفين اللي طالعين على أشغالهم. كلهم بيتقابلوا الصبح في شارع الهرم، الشارع اللي ما بيعرفش النوم. بتلاقي وقت فين لبيتك؟ والله الحمد لله ولادي يعني عاشوا معايا يعني حاجات صعبة كتير، بس بجد الحمد لله هم خدوا على كده، فبالتالي بحس إن أنا يعني معاهم في التليفون، معاهم على التليفون في كل حاجة. لو مثلا رايحين درس، ماما احنا رايحين درس ماشي، اول ما توصلوا الدرس بلغوني اتصل انا بيهم، اتصل بالمدرس اعرف منه ان هم وصلوا بالتالي ودخلوا الدرس. تطبخي يا ام جمال؟ بحضر حاجتي واحطها على النار على طول. ماشي. بتبقى واقفه ملوكه معايا، ماما اقول لها اعملي كذا واعملي كذا ونبقى مع بعض. خلاص مع بنتك. طب انت كنت مع مامتك زي ما حضرتك في حاجه؟ انا كنت بعمل دوره مدارس، كنت انزل الصبح افول عربيتي واخد بعضي اروح اودي الولاد المدرسه، واجي من المدرسه اجيب الفطار، كل الولاد ما مش عندهم دراسه الصبح، اخد بعضي واروح على البيت اصلي الظهر وادخل على المطبخ احضر لهم الفطار نقعد نفطر، وبعد كده اروح نازله جايبه دوره المدارس. بعد ما اجيب دوره المدارس اعمل دورين عشان افول العربيه، وبعدين يروح وبعدين بالظبط كده بقى. كان عندي مدرسه بقى كان فيها بنتين بيروحوا بعد الظهر، كنت اخد البنتين دول اوديهم اثناء ما انا بجيب الولاد التانيين. جوزك فين؟ والله هو باباهم موجود، بس يعني مريض صغير، غير ان هو مريض كمان يعني الاستهتار كان فيه حاجه صعبه شويه، فبالتالي معايا تعبت. وكان سبب انفصالنا كان ابني الكبير، اشتكيت له مره منه فضربه بعنف، فطبعا شدينا انا وهو فرمى اليمين، كان اخر يمين خلاص ملوش رجعه تاني. طب بقول لك ايه، انت كنت مع مامتك زي ما اولادك معاكي كده؟ انا كنت احن على ماما من ولادي. احن كمان؟ اه طبعا، وهي تشهد لهم كل ما يجوا يكلموني او يضايقوني او يعملوا حاجه، ماما بتقعد تقول لهم انا ما شفتش منها حاجه عشان اقول ان انتوا بتعملوا كده او بتضايقوها. ايه رايك في البني ادم اللي بيشتغل كده بالمقارنه للبني ادم اللي هو هي الدنيا كلها جميله لما تكون فيها معافره وشقه وعناء. انت بتحبي المعافره والشقه؟ اه بتحسي ان ليها طعم جميلة، هي فعلا.
تحب الدنيا تنكش فيك كده وانت تنكش. وامر بصعوبة يعني بحاجات صعبه وامر بحاجات جميله الدنيا كده هي كده وكده ما عشتهاش صعبه مش عشتهاش سهله. بقول لك يا مستني انا عايزه اقف على جنب عايزه اديكي حاجه هتحبيها. حاضر يا حبيبتي. اسبوعك في التمرين النص التاني في على العربيه بتشوفي ولادك امتى؟ مش عايزه اقول لحضرتك ان هم بيسهروا مخصوص عشان يقعدوا معايا. انت بترجعي البيت تقريبا الساعه كام؟ انا لما بكون على العربيه بروح حوالي بعد المغرب. يعني مش متاخر؟ لا لا مش متاخر قوي، لكن لما بكون في الشغل بروح حوالي الساعه 9 ونص 10. لما تكوني في القصر العيني؟ لما بكون في القصر العيني لان انا بسلم والدتي على ما بنسلم وكده تبقى الساعه حوالي 9 ونص. معقول يعني اليوم معقول؟ بالظبط. بس بتنزلي امتى بقى؟ انا بنزل الصبح بدري، بنزل على حوالي 6 ونص. 6 ونص عشان مدتي الساعه 8. ترجعي ميتة بقى خالص؟ خلاص جايبها. كنتي بتذاكري لهم امتى طيب؟ بقعد وبذاكر معاهم ولما بيكون في اي حاجه عايزين يسالوني فيها بيسالوني في التليفون. وبحاول ان انا اركز معاهم واجاوبهم. طب انت ما اتجوزتيش تاني؟ لا اتجوزت. اتجوزتي تاني؟ اتجوزت بس مش قرار خدته بسرعه. قرار خدته بصعوبه. بعد فتره يعني؟ بعد تفكير. بعد تفكير كتير كمان. كان شرطي عليه ان هو لوحده وانا لوحدي. هو عايش في بيت وانت عايشه في بيت. عشان دايما يعني الولاد باباهم بيتحملهم بالعافيه. بالتالي جوز امهم مش هيتحملهم يعني. هيبقى في نقاش وفي نهار وفي مثلا الولاد كبروا معاكي بنت بالظبط كده. الواحد عايز يبقى حر في بيته. بالظبط كده. طب بس الراجل رضي لما قلت له بيحبهم؟ هو بيحبهم هم بيحبوهم. بينقروا زي القط الفار بس بيحبوهم. لا ما اكيد لو هو كويس. انا لما بزعل انا وهو كتير ما بقاش عايزه ارجع له والله هم اللي بيقعدوا يقنعوا فيا ارجع له. شايفينك يمكن مبسوطه معاه يا ماما عشان خاطري احنا خلاص رغم نقار يا ماما بس احنا اتفقنا عليه خلاص. بس وانت عندك وقت تنبسطي يا النيرس كريمه؟ لا كل ده بين الشغل وبين والله ده هو انا بحس كتير ان هو مظلوم يعني مظلوم كتير كتير مظلوم بس انا كنت واضحه وصريحه من الاول ان انا حياتي مش فاضيه. لاوله شرط اخره نور. بالظبط عشان ما بقاش حاسه ان انا شايله ذنب من ناحيتي. لا احنا هنشيل ايه ولا ايه؟ بالظبط. خلاص بقى. بالظبط حضرتك فهو انا كنت واضحه وصريحه معاه من الاول. امتى بتلاقي وقت بقى لروحك تتمكيجي تعدلي حجابك تشتري هدوم جديده قدام المرايه؟ امتى بتلاقي وقت تاخدي بالك منها؟ انا حياتي كلها سريعه. ما بحبش اي حاجه البسها او اعملها تعطلني. بحب حاجتي كلها تكون سريعه. مع وقتي السريع لازم يكون سريع. بس بتلاقي وقت بلاقي 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 باذن الله تهتمي بنفسك بلاقي باذن الله. انت جميله يا كريمه جميله حبيتك حبيبتي ربنا يبارك لك. احنا كل حلقه معانا فنان يرسم بورتريه خلاص اسمه عبد الله وبنبروز الصوره وبنديها له. معاكي الصوره يا عبد الله؟ ميرسي يا عبد الله. هو طول ما احنا شغالين وهو رسمك وبنبروزها كده عشان تعلقيها بقى عندك وتفتكرين. هنشوفي بقى انت كده فكري هتعلقيها فين وانا انطلق. حبيبتي حبيتك قوي قوي وانا والله حبيتك. ربنا يبارك لك. انت جميله انت جميله ويخلي لك كل ولادك. انا بحبك قوي. انت شبه مامتك. انا شبه امي جدا. بفرح قوي لما حد جميله قوي. انت جميله قوي قوي قوي. انت كلها هي ما شاء الله. حبيبتي باي باي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. واحد من العشرين ساند على الشباك، واحد نزل على جنب، واحد وصل لهناك. شارع ورا شارع وحارات في قلب حارات، وناس تباع لك فل في الوقفة والإشارات، وناس تركب وناس تنزل. حياتنا كلها محطات.